نيو راب كرو اشرف انوار حيث ودعت منو سببو باللي تولي فيه ديما مريح في الدل وصحتو غدا وقديم 15 العام في حياتو غادي يبدا يتحشش من درب لدرب للتبويقة ديما راهم وحش بدايك مي وصار بجيبو هاي ديما كيدور زاليام غادي توريه وتضوح نكور مازال ملي يعرف قيمة الوالدين كبيرة ينصحوه ويردوه وغيب الحيلة مبقى ينسالك ما ياهي وراه مكمل القصة يوصل ليا بل يولي مهدم ولا يكتب في حياته ديما يرسم غادي يندم على الايام اللي فيها زرطم بدا يضرب بيخطي وعقله مأمل ملي يكمي يرسى يولي مسلم ما عرفتو علاش ديما انا علاش علاش ما ديما نصحو واقف ديما غير حدا خصو يسمع الهضرة ديال اللي رباه باش يولي نور في قلبو ربي قاه حيتو دعت منو سببو باللي تولي فيه ديما مريح في الدل وصحتو غدا وقديم حيتو دعت منو سببو باللي تولي فيه ديما مريح في الدل وصحتو دعت منو حيتو بدات المشاكل وغادي وكداع سبب البليل في حيتو ما خلاتلو ما يبيع يجي يجلس حدانا حدايا ديما محجر ويلا ما تيقتش سول خويا عادل الخاسر يبدا يهدر ويقول عطيونا الكماو ويجاوبو الدراري خويا ولينا نكلاو مازال ما قبل اللي راه غادي ويدمر راسو غادي يجي الوقت يتعذب ويعذب فيه ناسو عرفتو علاش كتبت عليه ما كتبت عليا خليت عبرك الواحد خلاتو هاد البلية نقدر نقول حتى انا جربت في هاد الكماية لكن ماشي بالصورة اللي في بالك نسايا خاصك تعرف باللي راك صاحبي وعزيز عليا ما بغيتش نشوفك ديما واقف غير في هاد البلية يجي ويقول هاد الشي راه المكتاب حياتو ضاعت غادي حياتو ضاعت منو سببو باللي تولي فيه ديما مريح في الدل وصحتو غدا وقديم حياتو ضاعت منو سببو باللي تولي فيه ديما مريح في الدل وصحتو ضاعت منو مازال نكتب نهضر على مشاكل اخرى ماشي غير البلية اللي فيها هاد الهضرة خاصك تعرف باللي البطالة مشكلة صعيب تخلي بنادم غادي في الطريق يبان غريب الا بغيتي تزيد لقدام راها زايدة البلية سما فيه حتى فايدة غادي نختم هاد الهضرة بكلامي ونقول ما خاص بنادم يبقى غادي فمو محلول حيتو دعت منو سببو باللي تولي فيه ديما مريح في الدل وصحتو غدا وقديم حيتو دعت منو قال الشرام يا القسم البليه يو